هي حلويات لم تفقد قيمتها على مر السنين، لأنها حلويات تقليدية وتراثية تعنى بمناسبة الشهر الفضيل، حيث يقبل عليها الصائمون لما لها من ميزة خاصة ترتبط بالعادات والتقاليد. هي الحلويات التقليدية مثل الجيمات، ومثل اللي بالدول الشام يسمونها العوامة، ومثل صب القفشة، ومثل هالأمور، هذه ما فيها قيمة غذائية، فيها قيمة شو نقول احنا استمتاعية، يعني احنا نستمتع فيها، بس هي ما فيها قيمة غذائية، ما ناخذ منها اي قيمة غذائية، لا فيها بروتين ولا فيها خلينا نقول نشويات مفيدة ولا فيها دهون مفيدة، بل على العكس فيها سكريات سريعة الامتصاص، يعني شيء مو زين، وفيها دهون غير مرغوب فيها لان هي مقلية اصلا. لكن احنا ما نقدر نقول للصايم لا تاكل هذه الحلويات التقليدية، من المستحيل انه ما ياكل، يشوف طبق القيمات حار طازج وما ياكل منه، بس المفروض ان الحلويات هذه اللي ما فيها اي قيمه غذائيه ما يتم تناولها بشكل كبير، يعني مثلا نروح حق المحلبيه اكثر، نروح حق الكاسترد اكثر، نروح حق القلبه اكثر، هذه هم حلويات هم فيها شكر بس على الاقل فيها بروتين. الكوليسترول يرتفع مع نهايه شهر رمضان، احنا لما نسوي تحاليل حق الاشخاص قبل رمضان وبعد رمضان نلاقي ان النتيجه عكسيه، يعني بدل لا يتضبط الكوليسترول ويتضبط السكر وكذا نلاقي ان الكوليسترول زاد، الدهون الضاره ال LDL زادت، السكر التراكمي او التجسسي ارتفع نسبيا، سكر الدم هو صايم مرتفع نسبيا. ونظرة على عالم الحلويات القديمة وكيفية دخولها البلاد. إذا تكلمنا عن القدام كان يسوون تمر وعجوة، يخلطون التمر مع القط، يعني هذا كان تعتبر حلوياتهم في السابق، احنا نتكلم أكثر من 100 سنة يعني. لكن بعدين دخلت علينا حلويات من عن طريق العراق، واللي هي أساسا تركية، يعني أغلب الأسماء الحلويات زلابية الوربات كلها مو عربية أساسا، يعني الكلمات هذه زنود الست وغيرها، فهذه دخلت علينا مع تطور تجاري وجبناها سواء من الهند أو من تركيا أو من العراق، بعدين قمنا نجيب من الشام، وهو أساسا الشام حلوياتهم تركية بالأساس، حتى أسماءها أسماء تركية، بس بعدين دشت أقول لك الزلابية والرهش والقرص العقيلي وغيره. ويبقى التمر هو ملك المائدة لما له من فوائد صحية وأهمية خاصة. التمر والفواكه المجففة بشكل عام مستحبة في رمضان، ليش؟ لأن فيها بوتاسيوم عالي، البوتاسيوم هو اللي يخلينا ما نحس بالعطش بسهولة وإحنا صايمين، لأن فيها سكر سريع الامتصاص، فلما نكسر صيامنا على فاكهة مجففة مثل التمر أو غيرها ترفع السكر بالدم بسرعة، اللي هو أصلا صار نازل أو قليل في فترة صيام طويلة فنحس بالانتعاش. الشيء الثالث فيها ألياف مهمة جدا لتقي الصائم من الإمساك. لتبقى هذه الحلويات التراثية لها بصمة خاصة على الرغم من التطور السريع الذي طال عالم الحلويات وكل ما هو جديد. ابتسام رمال، الراي.